ومن موجز الأخبار سوف ننتقل الآن إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية والمواقع الإلكترونية الصادرة لهذا الصباح. بطبيعة الحال محليا يتصدر ملف الحاكمية والملف الشغور الرئاسي وجولة الموفد الفرنسي على كل العناوين والمواضيع. بداية هذه الجولة ستكون مع صحيفة النهار والصحفي رضوان عقيل. لا انسجام بين أمل ومنصوري، منع التمديد للسلامة قد يشمل قائد الجيش. فما يحصل اليوم مع حاكم مصرف لبنان يشبه إلى حد ما ما رافق الأيام الأخيرة لولاية حاكم مصر لولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مع فارق في ظروف الرجلين والمؤسستين. ولو تلقى إبراهيم وعودا عدة تقضي بالتمديد له، إلا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ نتيجة جملة من الحواجز، أقلها طبعا عدم تسهيل هذه المهمة من قبل حكومة تصريف الأعمال. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال من سوء انتظام الإدارات وعدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، فقد ينسحب الأمر على قيادة الجيش في كانون الثاني المقبل، وذلك بغية دفع العماد جوزيف عون للذهاب إلى منزله وقطع الطريق أمامه على انتخابه رئاسة الجمهورية. وهذا ما تريده جهات عدة، في مقدمها التيار الوطني الحر الرافض لأي تعيين في الحكومة، حيث يتصدى رئيسه النائب جبران باستيل بكل ما أوتي من قوة لأي محاولة من هذا النوع، مستندا في ذلك إلى عدم وجود رئيس للجمهورية. ويعمل في الوقت نفسه على إحراج بكركي والقوات اللبنانية في حال عمدتا إلى مباركة أي تمديد أو تعيين حكوميين، ويحظى بدعم واضح هنا من حزب الله الذي وجه باكرا رسالة غير مشفرة إلى كل من يعنيه الأمر، تهدف وهي معناها عدم مشاركة وزيريه علي حمية ومصطفى بيرم في أي جلسة يتضمن جدول أعمالها تعيين أو التمديد لأي اسم حتى لو كان في حجم رياض سلامة والمهمات التي يتولاها. وتوضح مصادر مواكبة لهذا الملف الحساس أن كل الخيارات تبقى مفتوحة إلى يوم الجمعة المقبل، ومن بينها التمديد للسلامة بقرار من وزير المال يوسف خليل أو رئيس الحكومة، على غرار ما فعله الرئيس الراحل رشيد كرامي عام 84 مع الحاكم ميشيل الخوري آنذاك. وتضيف المصادر أن هناك رسالة غربية وصلت إلى المراجع وتحذر من انهيار وفراغ نقدي وعسكري، ويقصد بذلك أنه إذا لم يحصل التمديد للسلامة فسيشمل هذا الأمر قائد الجيش، حيث سيحرم من هذا التمديد، علما أن الرجل لا يشاء التعليق الآن على هذا الموضوع، ولا يزال بري على موقفه من ضرورة أن تعين الحكومة حاكما جديدا، وهو الطرح الذي يرفضه حزب الله. ومن المفارقات أيضا التي رافقت هذه الفترة وهذه المسألة ونائب الحاكم الأول وسيم منصور في الأيام الأخيرة، أنه لم يكن على قلب واحد مع أعضاء كتلة التنمية والتحرير، ولم يبدي منصوري ميلا إلى الاستقالة وإن بقيت موضوعة على الطاولة. فثمة مفاجأة حصلت في جانب من جلسات لجنة الإدارة والعدل، مفادها أن نقاشا دار بين منصوري ونائب شيعي، فهم من خلال هذا النقاش بعد كلام الثاني أي النائب الشيعي: نحن من جاء بك إلى نيابة الحاكم. ويفهم هنا أن أمل أي حركة أمل تفضل استقالة منصوري. أما عن مسألة التهويل القائم حيال توجه البلد نحو الأسوأ وتحميل نواب الحاكم وعلى رأسهم منصوري مسؤولية هذا الأمر، فهذه المعلومات لا أساس لها من الدقة. أيضا في صحيفة النهار وردت بعض المعلومات كتبتها سابين عويس: تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خيار جدي أم تهويل لرفع المسؤولية؟ وهو في تضمن بعض المعلومات أن الجلسة أي جلسة الغد ستطرح مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بناء على مجموعة من أسماء المرشحة لهذا المنصب والتي سيعرضها ميقاتي على الوزراء. وتؤكد المعلومات أن الجلسة ستنعقد وسيؤمن وزراء الثنائي الشيعي النصاب، ولكن ما هو غير مؤكد أو محسوم يتمثل باحتمال عدم الوصول إلى التوافق على اسم المرشح، علما أن المعلومات تفيد بأن الأسماء التي سيطرحها ميقاتي هي الوزير السابق كميل بوسليمان، أيضا الوزير السابق منصور بطيش، المصرفي سمير عساف، المصرفي كريم سعيد وهو شخص
الشقيق النائب السابق فارس السعيد، المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير ونعيم أبو جودة، علما أن استقالة النواب لم تعد محسومة هذه الساعة. بحسب المعلومات الجديد، كانت قد تواصلت صباح اليوم مع وزير السياحة، والذي أكد للجديد بأن رئيس الحكومة قد أكد منذ نهار البارحة بأنه لن يذهب إلى خيار التعيين إلا بتوافق سياسي وبغطاء مسيحي، وهناك احتمال لزيارة وزير السياحة للبطريرك الراعي في فترة بعد الظهر لتبيان الموقف الواضح والمسار أو الموقف المسيحي الواضح من هذا الملف. أيضا الجديد، تواصلت مع أحد الوزراء، وزراء حركة أمل في مجلس الوزراء، الذي أكد لنا أو بحسب بعض المعلومات بأن الدعوة إلى الجلسة لا تعني حصول هذه الجلسة نهار الغد، وبالتالي لا يبدو أن هناك نصاب لهذه الجلسة وهي لن تنعقد نهار الغد. ننتقل الآن إلى صحيفة نداء الوطن. بري يخرج أرنبين، الضغط لتعيين حاكم وقوة في الاستحقاق. لودريان يطرح حوارا في أيلول حول مواصفات الرئيس المقبل. ففي معلومات لنداء الوطن بما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، أن الموفد الفرنسي طرح على من يلتقاهم موضوع تنظيم حوار في أيلول المقبل، ويستضيفه في قصر الصنوبر. وسيكون هدف هذا الحوار البحث في مواصفات رئيس الجمهورية المقبل من دون طرح الأسماء، على أن يلي الحوار انعقاد الجلسة 13 لانتخاب الرئيس الجديد. ولدى سؤال مصادر المعلومات لماذا الحوار في أيلول وليس في آب الذي شارف على الحلول، رجحت المصادر أن السبب هو إعطاء فريق الممانعة فرصة لإيجاد مخرج لسحب مرشحه سليمان فرنجية. كما لاحظت المصادر أن لودريان لم يذكر المبادرة الفرنسية السابقة. حاولت نداء الوطن معرفة أبعاد عبارة الرئيس نبيه بري حول القوة، فلم تجد في أوساطه من يفسر هذا الأمر لعدم وجود معطيات، علما أن هذه العبارة تناقض ما صرح به أمس حول تمسكه بترشيح فرنجية، وهذا ما يرجح أن المقصود هو مجرد بث أجواء إيجابية. أما معطيات حزب الله فتفيد أن لودريان باشر عرض ما انتهت إليه اللجنة الخماسية في الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية، وهو أوضح أن اللجنة أمهلته حتى تشرين الأول المقبل لإنجاز مهمة الوساطة التي يقوم بها. وسيكون هدف الحوار بحسب ما أورد الحزب منسوبا للودريان هو التركيز على شخصية الرئيس المقبل وبرنامج عمله للسنوات الست المقبلة. في المقابل، ذكرت معلومات أن حزب الله يقف ضد خيار التعيين انسجاما مع موقف حليفه الوطني الحر، وبالتالي لن يكون هناك أي نصاب في جلسة الخميس، وهو ما أشرنا إليه قبل قليل في معلومات للجديد من قبل أحد الوزراء المحسوبين على حركة أمل. ننتقل الآن الموضوع الأخير، نشره موقع أساس ميديا، حوار باسيل صفا آخر أمل لفرنجية. فطوال فترة آر الرئاسة الناتج عن تغطية الحزب لجلسات حكومة تصريف الأعمال في السراي والتمسك بترشيح سليمان فرنجية، لم ينقطع التواصل انقطاعا نهائيا بين باسيل وصفا، إذ بقي الواتساب شغالا. ووفق المعلومات، لم يقد حوار باسيل صفا حتى اليوم إلى أي نتيجة عملية، باستثناء تأكيد الطرفين العودة إلى الحوار من دون شروط مسبقة، كما وتمرير الحزب لباسيل كرة رفضه حصول أي نوع من التعيينات في الحكومة. تؤكد أوساط مطلعة أن ما يحصل هو عبارة عن تضييع وقت، وهو طبعا غرق في تفاصيل مطالب باسيل من دون الوصول إلى نتيجة ملموسة. لكن باسيل نفسه فتح طاقة صغيرة يحاول من خلالها الحزب التفاوض مع رئيس التيار لإقناعه بالسير بفرنجية، بعدما شهر باسيل معادلة أعطوني سلة مطالبي وخذ الرئيس. ويقول نائب التيار لأساس، باسيل يقصد فعلا أي رئيس بغض النظر عن هويته إذا خرج بسلة المطالب التي يطرحها على الطاولة. من يعرف باسيل جيدا يسلم بأن الأخير يستطيع أن يخاوي عهدا على رأسه فرنجية في مقابل صعوبة تأقلم في عهد جوزيف عون. وينقل عن باسيل قوله في هذا السياق، فرنجية فاشل ويمكن أن تلقى التهاني إذا انتخب رئيسا للجمهورية بشروطي التي باتت معروفة، لكن ما لا يمكن أن يجد طريقه إلى النشر فيما يخص رأي باسيل في قائد الجيش الحالي، الذي يقول في مجالسه الضيقة يمكن تلخيصه عن لسان العارفين. جوزيف عون هو المنافس الأشرس لباسيل، وولايته الرئاسية إذا جرت التسوية حولها فستهدد حيثيته السياسية والمسيحية، خصوصا إذا قضت هذه التسوية بوقوف الحزب